يعني أنا اشتغلت بالحكومة كنت أتصور راح أقدر أسوي شيء كبير بالحكومة. أول أيام مو بطلب مني جو الهيئة العليا لمكافحة الفساد عندي بالمكتب قالوا إحنا كتاب رئيس وزراء هاي أول أسبوعين يا حكومة بال 2006 الحكومة العفو 2010 الحكومة الثانية السيد المالكي أي قالوا إحنا نشعر بحجم الفساد الموجود حاليا والأمانة اللي كان يطرحها كان الأخ العقيدي واللي أعتقد هو رحيم اللي أعتقد كان نزيه ولذلك ما استمر فترة طويلة أريد أحد يحمينا إحنا ما نقدر نصد للفساد لأن الفساد في رؤوس الدولة وإحنا ما نقدر نواجه رؤوس الدولة وكان يصورون صالح مطلق جاي راح عنده حصة سحرية راح يسوي كل شيء فأنا الحقيقة هم جاي بهذا الانطباع أنه راح أقدر أسوي شيء قلت لهم خلاص أنا مستعد أترأس هذه اللجنة وسلموني الملفات وأنا راح يشوفون أنا اللي أصده ما خليكم تصدوا ورطت روحك تورطت إلا شوية جاني أحد أعضاء اللجنة العليا أي بالنص قال لي أبو محمد عندي رجاء يمك قلت له خير قال لي هذا الملف تتركه شنو كان الملف؟ ملف الفساد ها أترأس اللجنة العليا لمكافحة الفساد اللجنة العليا لمكافحة الفساد وأنا اللي راح أصده طبعا ما طول أسبوع يعني ورا 3 أيام من اللقاء هذا جاني الرجل هذا وقال لي أترجاك هذا الملف تترك شو اشتغل هذا الرجل؟ عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد أيوة رئيس مؤسسة كبيرة أي. بالرقابة زين هو إذا طلب منك تترك هذا الملف لين بفساد هو شو اشتغل؟ إذا هو عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد سيد ذبان لا هو هم الناس اعترفوا وقالوا ما راح نقدر نسوي شيء لأنه أكو رؤوس كبيرة هي اللي داخلة في موضوع تحمل الفساد قلت له خلاص قلت له ليش أتركه قال لي ما أقول لك ليش بس أتركه فأنا تعرف هذا توجيه لو حرص هو هذا السؤال الجاي توجيه لو حرص قلت أنتظر الأسبوع الجاي إذا جو الجماعة نفس جيتهم الأولية اليوم جو متطوعين مو أنا أرسلت عليهم إذا هالمرة أنا برسل عليهم وأريدهم يجون إذا جوي إذا ماكو توجيه إذا ما جوي إذا هذا الرجال هو شخصيا ما يريدني أصدى لهيش ملف اللي بيه مخاطرة زين الأسبوع القادم موعد الاجتماع لم يحضر ولا عضو من أعضاء هذه اللجنة فصار واضح جوز ازدحام الطريق مقطوع الدنيا حارة ما صارت حارة إلا بهاليوم هذا إيه ربك كل شيء يسوي إيه على كل حال فأشوف أنه انتهت القصة لهذا